السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض دروس كده في الفوتوشوب، وإن شاء الله ربنا يسهل وأعرف أوصل شوية المعلومات الصغيرة اللي عندي إن شاء الله، ونبقى كلنا إن شاء الله كويسين في الفوتوشوب. اسمي أحمد عدلان من علوم السويس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هنسطب البرنامج مع بعض. أنا عارف إن المحاضرة دي يعني يعتبر مش مهم لكله، بس يعني في ناس ممكن تقف في تصريف البرنامج، فنسطبه مع بعض للاحتياط. في مشاكل بتحصل اثناء تصريف البرنامج. اولا خالص ممكن يجي يطلع لك رساله زي دي، ده لما يكون الويندوز بتاعك محتاج، مثلا بيقول لك يو هاف تو ريستارت، او بيقول لك يو ان ستيل هاز ديتكت ذات ماشين ريستارت مي بي بيندنج، يعني انت ممكن عاوزين تعمل ريستارت للجهاز بتاعك، فبقول له براحتي انا مش عاوز اعمل ريستارت، اجنور اند كونتينيو، هيعمل انالايزنج الانستالر بتاعي، هستنى ياخد شوية وقت حسب سرعة الجهاز. دخل على الانستيلر، وجد رئيسية الانستيل، اختار هنا اللغة، اختار انجلش انترناشونال، بعد كده اكسبت. طبعا انا معيش باسورد، اختار هنا انستيل ذيس بروتوكول از ترير، واختار انجلش انترناشونال، نيكست، اختار الفوتوشوب. بس هنا لو دوست هنا على الفوتوشوب، لو شلت صح حطيتها تاني، لو كنت في الاول زي ما كنت في الاول، الوضع كان في الاول ده، هينزل الفوتوشوب ومعاه بعض البرامج التانية كتيبيكال انستيل. لا انا عاوز كاستم انستيل، او حسب ما انت عاوز. انا بفضل كاستم انستيل، لان انا في بعض البرامج دي مش عاوزها، وانت مش هتعرف تختار منهم براحتك. بس انا كمان مسطب مجموعات ادوبي غير دي، يعني ادوبي دريم ويفر وادوبي الستريتور وادوبي انديزاين، فمش محتاج بعض البرامج دي، انا مسطبها قبل كده، فانا عاوز اشيلها، فانا هشيل ده كله من وسط طبعا ده قبل كده. براحتك انت عاوز تشيله تشيله، عاوز تسيبه تسيبه، تمام. وده هنا بتختار مكان التسطيب بتاعك، سي بروجرام فايلز ادوبي، ده المسار الافتراضي بتاعها. براحتك عاوز تغير في اي حته براحتك، بس انا بفضل المسار ده. نستيل، هعمل بريبيرنج تو انستيل، حسب سرعة الجهاز. التسطيب ده كله بيتوقف على حسب سرعة الجهاز. هيبدأ بقى التسطيب دلوقتي. انا كنت وقفت عشان التسطيب بياخد فترة، بس انا هاخد معاه من 7 لـ 8 دقايق. دلوقتي فيه 85% اهو، قرب يكمل. الحكاية دي كلها بتتوقف على سرعة الجهاز بتاعك. في جهاز مستوعب معاه 3 دقايق، حسب سرعة الجهاز ان شاء الله. دي ممكن حاجة، بعض الحاجات تحصل لك اثناء التسجيل. دلوقتي انا كنت فاتح المتصفح بتاع الفايرفوكس، هو ساعات هيطلب منك اساسي، هيطلب منك ان تقفل الفايرفوكس، ان هو بيتعرض مع الفايرفوكس اثناء التسطيب. اقفل الفايرفوكس وريس كونتينيو. مية في المية كومبليت. انا خلاص كده سان تيك ذا نيكست ستيب تو جيت موست فروم يور سوفت وير. قال عليه على طول ستارت اول بروجرام. طبعا انا اللي حاطه الناحيه دي هنا، بس هو مبقاش موجود هنا على طول، هو بيقول في قائمه اول بروجرام موجود اهو. ادوبي فوتوشوب سي اس 5، افتح البرنامج بيفتح تمام خالص، ما فيش اي مشاكل في التسطيب، وان شاء الله تكون المحاضره بسيطه وسهله. التسطيب في بعض الناس بتواجه مشاكل فيه، بس الموضوع سهل وبسيط، انت بتتبع الوزارد وما فيش اي مشكله تحصل ان شاء الله. البرنامج دلوقتي هيفتح معانا. دلوقتي البرنامج فتح، دي القوائم الرئيسيه للبرنامج. طبعا البرنامج هيفتح عندكم، ما فيهوش الاستايلات دي كلها، انا كنت ضايف الاستايلات دي من قبل ما اعمل انسيل للبرنامج. البرنامج كان مسطب عندي قبل كده، ولسه ملفاته مرميه في الريجستري، فعشان كده مفيش حاجه اتشالت. افتح عندكم البرنامج، فيه عرض من الاستايلات لغايه هنا، ده الاستايل ده يكون عنده موجود عندكم في البرنامج، وهيكون شكله الافتراضي زي ده، هو اسمه اسينشال زي ده كده بالظبط، تمام.
وهيكون الطول برضه عامل كده، يعني مفيش اي اختلاف خالص بين الاتنين. دلوقتي انا ممكن احفظ بيئة عمل زي بتاعتي دي عن طريق ادوس على السهمين دول نيو ورك سبيس، بعد ما عملت كاستمايز فيها كلها تحفظ الورك سبيس زي بتاعتي دي دولفين ارتس. وبكده يكون خلصنا الدرس بتاع النهارده، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.